في دي إيتر بمعنى كل اي اي تي اتش اي ار. اوكي الحاله الاولى بعدها اسم مفرد يعد وفي الحاله دي هيبقى فعل مفرد سنجلر فيرب. مثال ايذر ستودنت هاز ا بوك. ايذر ستودنت هاز ا بوك اي طالب معاه كتاب. الحاله الثانيه ايذر اوف يعني ايذر ياتي بعدها اوف زي مين احبابي زي اتش اوف وبعدين هيبقى ضمير مفعول جمع زائد فعل مفرد يبقى either of them. either of them has a book. مالكش دعوه بthem. احنا عايزين نقول ان either بعدها فعل ايه؟ مفرد. اعزائي الطلاب نقطه من اول السطر جزء جديد neither لا. لا كم حاله دي؟ معانا لا حالتين. الحاله الاولى بعدها اسم مفرد يعد زائد فعل مفرد. Neither student has a book. لاحظوا neither بعدها اسم مفرد student بعدها فعل مفرد has. الحاله الثانيه يجي بعدها of. Neither of زائد ضمير مفعول جمع زائد فعل مفرد. Neither of them has a book. أعزائي الطلاب نقطة من أول السطر وجزء جديد neither nor. neither nor لا عندنا أربع حاجات معناها لا ولا. neither subject فاعل أول nor subject تو فاعل تاني. في الحالة دي الفاعل هيتبع الفاعل الثاني. اكزامبل مثال neither ملك nor the girls are. ليه are؟ عشان the girls جمع. لو عكسنا المثال neither the girls nor ملك is. ليه is؟ عشان ملك مفرد. طيب الحالة التانية neither object مفعول أول nor object مفعول تاني. الحالة دي الفعل ملوش لازمة ملوش علاقة بنايدر نون خالص. مثال سما speaks تتحدث. لو ماضي اسبوك عادي مفيش مشكلة. neither English nor Arabic. neither الحالة التالتة neither adjective صفة nor adjective صفة. اوكي سما is neither tall ليست طويلة nor fat وليست بدينة. الحالة الرابعة neither verb فعل nor بعدين verb فعل. سلمى can neither speak nor write. سلمى لا بتتكلم ولا بتكتب. أعزائي الطلاب نقطة من أول الصف وجزء جديد neither تالت. في الحالة دي neither هنبدأ بيها الجملة. يبقى في الحالة دي مثال الفاعل. مثال neither كان سلمى neither كان سلمى speak nor write. سبقنا كان على سلمى. Example 2 neither did محمد play nor study. سبقنا جبنا did الفعل لو ماضي وهكذا. Example number 3 neither will ملك stay at home لا هي هتقعد في البيت nor watch television ولا تشاهد تلفزيون. أعزائي الطلاب وصلنا لآخر جزء في القاعدة بتاعتنا دي. اكتب معايا and so وكذلك. خلي بالكم لازم الجملة اللي قبلها تكون جملة مثبتة
وبعدها نثبت الفعل على الفاعل. اكتب معايا المثال ده: سلمى كان speak and saw وكذلك does سمع وكذلك سمع. يعني الجملة الثانية معناها and saw سمع speaks تتحدث، ولكن بعد ان سو لازم نثبت الفعل على الفاعل، فهنشوف الفعل هنا منتهي بس نستخدم does. اكتبوا معايا and neither ولا. في الحالة دي لازم الجملة اللي قبلها تكون جملة منفية. سلمى كانت منفية اهي speak and neither can't I، لا سلمى بتتكلم ولا أنا أتحدث، يبقى لازم and neither تكون الجملة منفية. آخر جزء as well as بالإضافة إلى، as well as بالإضافة إلى. لو بدأنا بها الجملة يبقى بعدها الفعل متضاف له ing. As well as speaking German بالإضافة إنه بيتكلم ألماني. راسندر فاكرينه كان يوز a gun بيستخدم الإيه؟ البندقية. طيب خلي بالكم معايا بقى الحاجة الجديدة دي. As well as قبلها فاعل بعدها فاعل، في الحالة دي الفعل يتبع الفاعل الأول. مثال: I as well as ملك. المفروض أقول ملك is، إنما في الحالة دي هنقول ملك am. يبقى نقول تاني الأول I as well as ملك am friends. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.